بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الدورة، دورة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز المدعي 12، وباسم اللجنة المنظمة نعزي الأسرة المالكة بالفقيد المرحوم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، ونقول إن شاء الله من أهل الجنة ومن أهل الخلود بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويرحم الله فقيد الوطن والدرع، درع الوطن ودرع الأمن والأمان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله. والحمد لله على كل حال، وأبارك لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز بخلافته لصاحب سمو الملكي الفقيد المرحوم نايف بن عبد العزيز، وخير خلف لخير سلف. وأيضا أبارك لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز لتوليه وزارة الداخلية، وخير خير خلف لخير سلف، وبإذن الله واحد الأحد يكون الأمير نايف من أهل الجنة بإذن الله، الفقيد الوطن ودرع الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.